السفير التركي لدى البلاد يقدم مساعدات الحكومة التركية للحكومة التشادية لوزير الصحة العمال بروفيسور محمود يوسف خيال. الحكومة التشادية تقدم دعما للشباب عبر وزارة ترقية الشباب والرياضة والعمل. الأحبة الكرام، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محييكم من العاصمة نجمينا، ونقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية العربية لهذه الأمسية. سلم صباح اليوم السفير التركي سعادة كمال كايكيزي رسميا المعدات الطبية التي قدمتها الجمهورية التركية للبلاد، كان ذلك بحضور وزير الصحة العامة والمنسق الوطني للجنة الاستجابة الصحية. تقرير عبد الله جابر بكر. سيارة إسعاف مجهزة بكل المعدات وتقنيات التكنولوجيا الحديثة و25 جهاز للتنفس الصناعي ومعدات طبية أخرى قدمتها الجمهورية التركية لتشاد عبر سفارتها بالبلاد. خلال مناسبة رسمية حضرها وزير الصحة العامة البروفيسور محمود يوسف خيال والسفير التركي سعادة كمال كايكيزي وكذا المنسق الوطني للجنة الاستجابة الصحية البروفيسور شوا أوتشيمي. وبهذه المناسبة أكد السفير التركي بالبلاد سعادة كمال كايكيزي وقوف بلاده مع الحكومة التشادية، وخاصة في هذا الوضع الصعب التي تمر بها جراء وباء فيروس كورونا العالمي. أما وزير الصحة العامة أشاد بدور الزعيمين التشادي والتركي في تعزيز العلاقات المتبادلة بين الدولتين. ذاتك وبقوة عن الرئيس عن الجمهورية وجمهورية عن تشاد مع جمهورية عن تركيا، الرئيس أردوغان والرئيس إدريس ديبي، العلاقة هذا سواء قوية، وفي اثنين كونفنسيون إن مدى ده بس ضد الكوفيد 19، لكن بلد ذات ندور نوري لأن تركيا جات حاضرة معانا في السنين الأخيرة ده تودي لنا الطلبة وتدربهم. اليوم الطلبة القاعدين في تركيا ده عدد كبير مرة واحد، وفاته ما بقروا أي قرايبس، بقروا ولا صحة، ببقى دكاترة عن الصحة، والصحة ذاته فاته في مكان كتير، ما بس ببقى طبيبة بقبل، ببقى تكنيسيان عن سانتي في المجال ده في المجال ده في المجال ده، وبعدين ببقى مهندسين، ببقى ارشيتكت، ببقى يعني كل الحاجات الحديثة اللي الإنسان بتخليه بيقلم وبجي بتطور داره. نشكر السفير ونقول شكرنا ده كله، خليه يودي لشعب عن تركيا ويودي له الناس الرؤساء الرئيس عن تركيا. وعقب تسلمه المعدات رسميا المنسق الوطني للجنة الاستجابة الصحية ثمن جهود دولة تركيا في دعم البلاد، وأكد جاهزية المنسقية في توزيع هذه الأجهزة في المستشفيات في الوقت القريب. مجهود كله مهم، لكن الريسبيراتور لقينا صعب، هسه في أوروبا كله لقينا صعب، في الشين بكان اليابانيين كله لقينا صعب. الريسبيراتور هم 25 هسه جابوه وأزمناه للمديرات هنا المستشفيات لنقسمهم سورة هسا بعد يوم يومين كان سوينا الحسابات ده نودهم في مكان مستشفيات الماتيريال ده يسيرفير أجل علما بأن البلاد ستستفيد من مساعدات أخرى تركية في الأيام المقبلة بناء على الاتفاقيات التي وقعت بين البلدين. سلم الظهر اليوم وزيرة الانتاج والري والمعدات الزراعية مفاتيح جرارات زراعية للمنتجين الزراعيين لبدء الموسم الزراعي 2020، وذلك بعد أن وجه رئيس الجمهورية بتوزيع 1000 جرارة. تقرير زدين الأمين نصر. باشرت وزارة الانتاج والري والمعدات الزراعية في تطبيق اوامر رئيس الجمهورية بشأن توزيع 1000 جرارة للمنتجين الزراعيين بكل الاراضي الوطنية لضمان الامن الغذائي للمواطنين من خلال حصاد وفير. يعتزم رئيس الجمهورية ان يعرفه الموسم الزراعي 2020-2021، حيث سلمت وزيرة الانتاج والري والمعدات الزراعية ماجديان باتشاريت بمقر الشركة الصناعية للمعدات الزراعية وتركيب الجرارات مفاتيح جرارات لعدد من المنتجين الزراعيين لمزاولة نشاطهم الزراعي، الذي قالت الوزيرة انهم عازمون ان يكون هذا الموسم موسم ضمان الامن الغذائي ويكتفي التشاديون بمحصولهم من مختلف المنتجات، ودعت المنتجين إلى الحفاظ على الجرارات واستخدامها وفق الشروط التي على أساسها منحت لهم.
معربة عن تفاؤلها بأن تكون نتائج الموسم الزراعي والمواسم اللاحقة وفق المخطط لها وتطويشات مسألة الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي الذي إذا ما تحقق سيكون له الشأن البارز في إنعاش الاقتصاد الوطني. وكان رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو قد وجه الجهات المختصة بتسخير 17 مليارات من ميزانية الدولة لضخها في الزراعة وتسييرها بشفافية حتى تعطي ثمارها وهي ضمان الأمن الغذائي. في إطار مكافحة جائحة كوفيد 19 قدمت شركتي سيرانس تشاد وشركة إكسبريسيون تشاد شيكات مالية إلى لجنة إدارة الأزمة الصحية، حيث قدمت الأولى سكن بقيمة 7 ملايين فرنك سيفا والأخيرة سكن ب10 ملايين فرنك سيفا. تسلمت الدعم وزير المالية والميزانية حامد طاهر جيلين. تقرير محمود حسن سمو. بما أن الطريق الأمثل لمحاربة فيروس كورونا يتمثل في وقوف الجميع بجانب سلطات البلاد العليا في محاربة هذا الوباء العالمي الخطير ومنع انتشاره بين السكان، فضمن هذا الإطار فقد جاءت شركة سار أسيرانس تشاد لتقدم دعمها للحكومة التشادية في محاربتها لهذا الوباء، بحيث سلمها المدير العام لهذه الشركة ميدار كينيا كامغا شيكا ماليا بمبلغ 7 ملايين فرنك سيفا إلى وزير المالية والميزانية طاهر حامد باعتباره مسؤول اللجنة المالية المصغرة للجنة إدارة الأزمة الصحية لكوفيد 19. هذا وعلى ضوء هذه المناسبة فقد أوضح المدير العام لهذه الشركة بأن شركته وبقيامها بهذا العمل المتواضع تريد فقط بأن تعبر عن شكرها للحكومة التشادية وكذا لمختلف أقسام الصحة ولقوات الدفاع والأمن لشجاعتهم واهتمامهم لوقف هذا الوباء كوفيد 19. شركة إكسبريس يونيون تشاد هي الأخرى وضمن هذا السياق، فقد سلمها مديرها العام دونغمو جيم زونغ شيكا ماليا بمبلغ 10 ملايين فرنك سيفا إلى وزير المالية والميزانية طاهر حامد. وفي ذلك فقد شكرها المدير العام لشركة إكسبريس يونيون تشاد رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو لاتخاذه العديد من إجراءات الدعم المصاحبة تجاه الفاعلين الاقتصاديين للحد من هذه الأزمة. وزير المالية والميزانية طاهر حامد مسؤول اللجنة المالية المصغرة بلجنة إدارة الأزمة الصحية كوفيد 19 وبعد أن عبر عن عميق شكره لهاتين الشركتين شركة سار أسيرانس تشاد وشركة إكسبريس يونيون تشاد على تضامنهما مع الحكومة التشادية في كفاحها ضد فيروس كورونا، فقد دعا الآخرين إلى امتثال هذا الطريق الوطني الذي يساهم كثيرا في تعزيز جهود الحكومة لمحاربة هذا الوباء العالمي الخطير بالبلاد. جرت المناسبة بمقر وزارة المالية والميزانية. قدم صباح اليوم وزير ترقية الشباب والرياضة والعمل محمد عبد الله نصر سكن ماليا بقيمة 50 مليون فرنك سيفا لشريحة الشباب، وذلك في إطار دعم مشاريع الشباب من قبل الهيئة الوطنية لدعم الشباب والرياضة، خاصة تلك المشاريع المتعلقة بمحاربة كوفيد 19. تقرير عباس بكر مصطفى. رؤية جديدة تبنتها الهيئة الوطنية لدعم الشباب والرياضة تحت طائلة وقوانين كوفيد 19، وذلك من خلال تمويل المشاريع الخاصة بمحاربة كورونا فيروس، حيث باشر منسق الهيئة كادر صالح بحضور وزير ترقية الشباب الرياضة والعمل محمد نصر عبدالله بتقديم شيك بقيمة 50 مليون فرنك سيفا للشباب، ويستفيد من هذا الدعم ما يقارب 81 شابا، ويوجه المبلغ من أجل تصنيع الأقنعة وتوفير مواد معقمة إضافة إلى صناعة معدات النظافة والتي ستوزع مجانا للمواطنين. أنا جالس فكر كي مشاكل هنا مرض أنا الكورونا فيروس من قام منشي لحد جاء في الجمينة وحكومة شال مسؤوليتها كلمة في غوبرنما والتشادي كل خلي بقومه لي مرغودة مرض من بلدنا، ورئيس كلم كي الكاشني يعني طول الناس ساكت فوقنا أبوية جندا كلم دا مرغنا قولوا 50 مليون خطينا لجن 100 مليون كاشني من طول الشعب في بروفنس كل يرسلوا برا وهنا دبت فلتيكا جينا أبوية حكومة.
قدم المستفيدون شكرهم لرئيس الجمهورية الذي منح مرتبة رفيعة المستوى، وذلك بدعم المشاريع الشبابية في ظل الأزمة الصحية الراهنة. وهذا يؤكد مساندة المقاولة الشبابية لتسهم بشكل عملي في مكافحة كوفيد-19 الذي لا يزال حديث الساعة. محمد نصر عبد الله وزير ترقية الشباب الرياضة والعمل دعا المستفيدين من مساهمة الهيئة إلى التحلي بالمسؤولية في إدارة هذا الدعم، وأضاف بأن الحكومة ستتمكن من دحر تفشي الفيروس من خلال وعي الشباب. وأكد الوزير محمد نصر بأن الحكومة التشادية عبر تقديمها هذا الدعم وقيام بأعمال أخرى لصالح الشباب يبرهن الرغبة السياسية القوية للارتقاء بشريحة الشباب حسب تطلعات الجمهورية الرابعة. في مسعى من الغرفة التجارية لمرافقة جهود الحكومة لاحتواء وباء جائحة كورونا المستجد، قامت الغرفة التجارية بالتنسيق مع لجنة إدارة الأزمة الصحية بجولة داخل الأسواق بهدف توزيع الكمامات للفاعلين الاقتصاديين. خالد موسى الحاش. تتواصل مساعي دعم جهود الدولة لمحاربة جائحة كورونا من قبل الأفراد والمؤسسات، وفي مبادرة ترمي إلى مرافقة هذه الجهود عبر توعية التجار من أجل احترام القرارات الاحترازية حماية لأنفسهم ولعملائهم، قامت غرفة التجارة، الصناعة، الزراعة، المناجم والحرف اليدوية وبتكليف من لجنة إدارة الأزمة الصحية بجولة توعوية وتوزيع كمامات على الفاعلين الاقتصاديين والتجار في عدد من الأسواق داخل العاصمة أنجمنا. قاد هذه الجولة ممثل الغرفة التجارية في لجنة إدارة الأزمة الصحية عبد الله منجوسي، حيث سلم هذه الكمامات إلى مدراء ومناديب الأسواق المختلفة، ودعا مسؤولي الأسواق إلى توعية التجار لكي يحترموا التدابير الاحترازية ووضع معدات غسيل الأيدي أمام المحال التجارية وفي مداخل ومخارج الأسواق، مع تفادي الازدحام وعدم التعامل مع العملاء الذين لا يرتدون الكمامات. أيام ما رجعنا ده الرئيس الدولة قال خلونا نتون ماسك للناس ونكلمهم بشيء الواجب هم يعملوا عشان المرض يمر من البلد. كلمنا بالجست بارير لأن لازم يقصوا يدينهم، لازم يتوشوا في يدهم، لازم يدوس الماسك. دونك الماسك اللي هم قسمناه ادينا لسخالة 1500، ادينا 500 لسوق الكبير، ادينا 400 لسوق انا الدنبي، و200 لسوق انا هود انا الاوين في شاقوة. مسؤولو الاسواق ولدى تسلمهم لهذه الكمامات عبروا عن شكرهم الى رئيس الجمهورية، واكدوا مساندتهم لجهود الحكومة للقضاء على هذه الجائحة من خلال التوعية والاحترام الكامل للاجراءات الحكومية، لان حماية عملائهم هي مسؤولية تقع على عاتقهم، وهذا لا يتأتى الا من خلال التزامهم وحماية انفسهم في المقام الاول. وقالوا انهم سيعملون جاهدين في تنظيم انفسهم للتصدي لهذا الوباء عبر الاهتمام بنظافة الأسواق وتطبيق الإجراءات الوقائية بحذافيرها من أجل أن تبقى الأسواق مفتوحة. الحكومة التشادية تعطي اهتماما كبيرا لقطاع الشباب، لذلك فقد وضعت الحكومة التشادية تاريخ 29 من مايو يوما وطنيا للشباب، إدراكا منها بأهمية دور الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وحول أهمية جهود الحكومة لدعم مبادرات الشبابية نتابع تقرير زميل آدم حسن المكاوي. لطالما تغنت وتفاخرت الشعوب ببركة شبابها، وقيل في حقهم إنهم مقود التغيير الذي يتحول من خلاله الفساد إلى صلاح. شهد أيضا ليست بمنأى عن غيرها، فحكومة البلاد يوما تلو الآخر تولي وجهها شطر الشباب لترفع عن كاهله أوزار الحياة ليكون أمينا وصانعا للمستقبل. فنشاط وقوة وعطاء الشباب التشادي توجه الحكومة عبر قنواتها المختلفة ليسخر في بناء الوطن. ومن عقد المؤتمر الدولي للشباب الإفريقي في البلاد إلا دليلا قاطعا على جهود الحكومة المضنية وعزيمتها باستغلال طاقات الشباب في خدمة المجتمع والنهوض به. ليضاف إلى هذا الزخم أيضا المتقى الوطني للشباب الذي رسم بوصلته الشباب نفسه ليعبد الطريق نحو غاية ازدهار الوطن. وهذا ما أول عليه رئيس الجمهورية إدريس ديبي إدنو
بوضعه عيدا وطنيا للشباب ليكون إطارا للتفاكر والتشاور فيما بين الشباب. فهذا العام كان من المقرر أن يتم الاحتفال به في مدينة ماو حاضرة ولاية كانم، إلا أن أزمة الفيروس التاجي المعروف بفيروس كورونا حالت دون ذلك، حسب ما جاء في بيان وزير ترقية الشباب والرياضة والعمل محمد نصر عبد الله. كما أن الحكومة قد دعمت الكثير من مشاريع الشباب في مختلف الولايات وما زالت على هذا النهج. ومن هذا المنطلق فإنه يجب على الشباب أن يتحمل المسؤولية ليساهم في تنمية الوطن، وهو يحمل بيده وقلبه الوطنية والقيم الحميدة التي يجب أن يروج لها أيضا في وسط المجتمع. وفي الختام أوصيكم بالأمل والتفاؤل فيما هو قادم. أطلق صباح اليوم مكلف بالعلاقات لدى مندوبية الاتحاد الأوروبي، أطلق مركز المنى الثقافي المشروع الخاص بمحاربة فيروس كورونا، كان ذلك بحضور وزير التجارة الصناعة وترقية القطاع الخاص عشتا جبرين. تقرير آدم محمد شرف الدين. بتمويل من الاتحاد الأوروبي استفاد كل من مركز المنى الثقافي ومركز التدريب من أجل الدراسات والتنمية سيفود، بالإضافة إلى خلية التنسيق والاتصال للجمعيات النسائية سيليافا، من هذا المشروع الخاص بمجابهة فيروس كورونا، وذلك بالحصول على مبالغ مالية للقيام بالتوعية للتصدي لهذا الوباء. وعبر هذه المؤسسات الثلاثة جاءت الانطلاقة الرسمية لهذا المشروع الذي يهدف إلى التوعية والتابعة تحصبا للإصابة بكوفيد 19. المكلف بالعلاقات لدى مندوبية الاتحاد الأوروبي زيزموس فيركوزا قال إن الكفاء ضد هذا الفيروس بات أمرا ضروريا، إذ يجب محاربته بشتى وسائل الوقاية والحد من انتشاره، وأكد أن هذا الأمر لا يتم إلا بتضافر الجهود من قبل الشركاء والجمعيات والمنظمات المدنية الناشطة في مجال توجيه المجتمع حول مدى خطورة الأوبئة وخاصة هذا الوباء الفتاك. هذا وفي نهاية المناسبة قام عدد من الشباب بعرض مجموعة من المنشورات الورقية بهدف تنوير المواطنين حول مخاطر هذا الوباء وكيفية الوقاية منه. بمبادرة من الإدارة العامة للجمارك عقد لقاء مع المجلس الوطني لأرباب العمل وغرفة التجارة والمصدرين، بحث اللقاء المواضيع المتعلقة بكيفية تصدير الصمغ العربي والسمسم. نتابع تقرير أحمد ياسين عبد الرحمن. منذ أيام قليلة قامت بعض الصحف والإصدارات بنشر بعض الأخبار في وسائل التواصل الاجتماعي مفادها أن إدارة الجمارك منعت تصدير الصمغ العربي والسمسم. إن هذه الأخبار لا أساس لها، حيث إن تصدير الصمغ العربي والسمسم مسموح به في كافة الأراضي الوطنية إلى حين اتخاذ قرار مشترك بين وزيري المالية والتجارة. هذا ويطلب من المصدرين التقييد بالنظم المعمول بها في منطقة السماك والموجودة في دليل المصدر الذي عدته الوكالة الوطنية للاستثمارات والتصدير. لله اليوم المزيد الأمر هذا الدوان فيه معنى، وقال من اليوم ده في حالات اللي عودة بمشي لازم نجوه معي مرة ثانية عشان نشوفه كيف ننظموا الغوم العربي ما تزام ده عشان ليل إكسبورتاسيون دونك ده أن يكون موافقين معايا. والحمد لله ده اليوم ده فرحة كبيرة لأخواننا المصدرين اليوم العربات الوقوم الجديد في دمينا في بتات كل اليوم دخلت دخلنا نواصل مع المدير العام في الأدوان عشان نكون كل نظمون السكتور ده لأن الفيزا تستفيد منها. هذا ومن واجب إدارة الجمارك مراقبة البضائع المصدرة، ويتحتم على المصدرين دفع الحقوق والرسوم الجمركية على حسب ما تقتضيه القوانين المعمول بها في قطاع الجمارك. عشان يرسبكت يتبعون القانون يتبعون القانون ليه؟ عشان الشغل من بلدنا يمر بيمش غارد لازم عندها الحكومة يعرفها شنو مرة مش علوي وعدد تنو كم ده شغل الفلار اليوم لما انا ما نزلنا نهجو ونالجو كمبروزي واي عشان بعد ده البرودوي كابين بس زرو في زر انا شافين كان سيزام كان غوم عربي كان عراشيد كان حتى البتاي البتاي مال ده كله اموال اللي من شاف كله لازم عندنا مكريزة
فينا يعرف هذا تنمى لنا هذا كاميرا وماشي على الدولة وين سيزام كل نفس كذلك والدول مرابي كل نفس كذلك عشان يفرمات الدولة ده يعرف شغل ده يمرك هذا شنو وبعدين يمتريزي استاتيستيكنا. الهدف من هذه الإجراءات هو تطوير أداء الفاعلين الاقتصاديين وحثهم على احترام هذه الإجراءات لكي تستفيد البلاد بشكل أفضل من إسهامات المصدرين الوطنيين وإعداد ميزان تجاري قوي، وهذا يعتبر أحد المهام الأساسية للجمارك. ابتكر الشاب بكر محمد بوابة أوتوماتيكية تقوم بتطهير وتعقيم الأشخاص، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا والسعي تدريجيا لمزاولة العمل دون التعرض أو الإصابة بهذا الفيروس. كيف تعمل هذه البوابة؟ نتعرف عليها في تقرير محمد حسن آدم. مواصلة للجهود المبذولة للوقاية وتجنب الإصابة بفيروس كورونا، فقد ابتكر الشاب بكر محمد الطالب بكلية هندسة الحاسوب والإلكترونيك بالمملكة المغربية ابتكر بوابة الرش والتأقيم الأوتوماتيكي، وذلك باسم بوكس نظيف. وتعتبر هذه البوابة إضافة جديدة لوسائل الوقاية ومكافحة كوفيد-19، حيث تأمل هذه البوابة في تأقيم الأشخاص آليا من أجل تفادي لمس المغاسل وأدوات التأقيم والتطهير ونقل الفيروس بين المستخدمين. سوينا ده لنا نساعدوا الجماعة أننا كنا قاتر في اللي ده ما نقول ساكت نسو إن أكشن بنفيك بور نو بور طول الموند في تشاد، وإن شاء الله قدر سوليسان يأدابتي خطو مش الفيك قدام الكل دول قدام مينستر دول قدام بانك دول قدام سوق بقى ناس كتير جاي لهم ده كده بيساعد الجماعة إن شاء الله. مالا نو سوشال واي بس كبير أوتوماتيزي سان كونتاكت هنا نحن بدخل بقوش الجلد كله وكم تعرفوا كل ده الفيروس ما بقى في إيدين بس بقى في خلق بقى في سوف كله بقى في نارات كله في نالنا دولة كله بقى دونك بقى زا أهم لقرا يعني بقوش الجلد كله خلقنا كله وقبل تمشي قدام. كما قدم أبكر محمد نداء للحكومة والأصحاب ذوي النوايا الحسنة الوقوف معه لتوفير هذه البوابة واستخدامها في الأماكن العامة. بقزه خدمة قرحين بس قبل تدخل لا حطينا سيستم دو كوميونيكاشن بأمبول دول يعني كان الأمبول أخضر لا تقعد برا تشيفه وضابة تدخل الأمبول أخضر يعني تقدر تدخل من دخل الأمبول يقع أمر وخلاص السيستم بيدكلانشي بيلفريزي كنتي كله إن فوق السيستم بيلفريزي انتي ده تمرك ديرك بس ما تأخر شغل أنا سجن تنين تلاتة بس تمرك من مرك ده تجيس. ونشير إلى أن مثل هذه الابتكارات والاختراعات التي يقوم بها بعض الشباب تسهم في مجابهة جائحة كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من المخاطر. التقى حاكم ولاية سيل العميد عبد الرحمن علي محمد مع المسؤولين الإداريين والعسكريين بالولاية، وقد ناقش الحاكم معهم القضايا التي تتعلق بالأزمة الصحية والقضايا التنمية الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية. محمد هارون أبو قرين. في إطار التعاون المشترك وتبادل الآراء والخبرات والتصدي أمام معوقات التنمية وعرقلة الإدارة بالإضافة إلى القيام بعملية التوعية بغية التصدي أمام تيار وباء كورونا ثم التعايش السلمي بين الرعاة والمزارعين وكل المشاكل الاجتماعية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، هذه هي أجندة وجدول أعمال والي ولاية سيل الجديد العميد عبد الرحمن علي محمد. فكانت لقاؤه استهلها مع مناديب الوزارات المختلفة ورؤساء الأقسام، وتلا ذلك ضباط وضباط الصف بقوات الدفاع والأمن بمختلف وحداتهم العسكرية والأمنية، ممثلي الإدارات الأهلية ورجال الدين، وممثلي الأحزاب السياسية من متحالفة ومعارضة. مضمون هذه اللقاءات تنصب في قالب التوجهات
وكيفية العمل والتسيير الإداري والشفافية في العمل والنظر في القضايا التي تساهم في إنجاح المهمة الإدارية. وفي هذا الصدد تباحث والي ولاية سيلة العميد عبد الرحمن علي محمد عن النقاط الهامة في جدول العمل، مودعا بعثته التي كلف بها والتي ترمي إلى توحيد الصف والعمل سويا من أجل مواجهة كافة التحديات التي تواجه المنطقة، مشيرا إلى أن الإدارة استمرارية وما عليه تكملة ما تبقى من مشوار، كما أعطى تعليمات صارمة فهواها احترام السلم الإداري، مضيفا بأن هذه المهمة تنصب في سانحة السياسة الرشيدة لصاحب الفخامة إدريس ديبي إتنو. وأخيرا رفعت أكف الدعاء تضرعا وابتهالا لله العزيز الجبار أن يعم البلاد والعباد العافية والأمان. الثانوية النهضة بالدائرة الثامنة بعملية تعقيم المباني الإدارية والفصول الدراسية، كان ذلك بالتعاون مع مؤسسة فتر كلير. تقرير آدم وبكر إدريس. في إطار مكافحة جائحة كورونا كوفيد-19 وبطلب من إدارة الثانوية الأهلية نهضة الكائنة بالدائرة الثامنة لبلدية أنجمينا، قامت شركة فيتر كلير بعملية تعقيم داخل الثانوية. هذا وقد رحب مدير الثانوية بهذه البادرة. قبل ما نجي نبدأ أننا دائرين، الوادي والبيئة تكون بيئة محسنة نظيفة للأمل عن التعليم. وفي ذات السياق قال مدير الموارد البشرية لفيتر كلير موضحا الطرق والكيفية التي تعمل بها الشركة في ظل جائحة كورونا. الكورونا ده ما عنده مكان شغل تشيفه ظاهر بينك، شغل انفيزيبل ده هو دانجوري، عنا حسب ما نقدره نسوي جهودنا نجو نديزنفكتي اي ما نارم طلبانا ان شاء الله نجو نسوي نقدرنا انا. وبقي أن نشير إلى أن شركة فيتر كلير تعمل وتقدم خدمات للسكان حسب الحاجة بناء على الطلب المقدم منهم لتعقيم ورش المبيدات الحشرية بهدف سلامة المواطنين من فيروس كورونا. قام صباح اليوم فريق من التلفزيون الوطني بتسليط الضوء على أصحاب الدراجات الأجرة في ظل انتشار فيروس كورونا. تقرير محمد صالح الحسين. بهدف مكافحة جائحة فيروس كورونا، فكر بعض أصحاب دراجات الأجرة التي تعرف بالكلاندو، فكروا في استعمال المواد المطهرة والقاتلة للجراثيم للوقاية من هذا الفيروس القاتل، وذلك من أجل الحفاظ على صحتهم وصحة غيرهم. الكثير من زبائن أصحاب الدراجات النارية يدركون خطورة هذا الوباء ويسعون إلى محاربته بتطبيق الإجراءات الوقائية التي وضعتها الحكومة. أما البعض الآخر من أصحاب الدراجات المعروفة بالكلاندو لا يستعملون المواد المطهرة لوقايتهم ووقاية الآخرين من كوفيد-19. إن تطبيق مثل هذه الإجراءات الاحترازية يساعد المواطنين في الوقاية من انتشار هذا الوباء الذي قتل الكثير من البشر في مختلف دول العالم، وأن تطبيق هذه الإجراءات من قبل المواطنين عامة وأصحاب دراجات الأجرة خاصة يعتبر إجباريا لوقف الإصابة بالداء. كما استطلع فريق من المحطة الولائية للهيئة الوطنية للإعلام السمعي والبصري أنما لولاية والداي حول سير الحياة عقب فتح المحلات التجارية والمطاعم. تقرير النظيف عبد الكريم، مدينة أبشة. بعد قرار لجنة إدارة أزمة كورونا والتي على رأسها رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو برفع الحذر تدريجيا عن الأسواق والمطاعم في جميع الأراضي الوطنية، تجولت كاميرا الهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري للمحطة الولائية بمدينة أبشة، حيث وقفت على عدة مطاعم لمعرفة سير العمل فيها ومدى تطبيقها للقرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة
بشأن التباعد الاجتماعي واستعمال الكمامات وغسل اليدين بالصابون. فالمطاعم هنا بمدينة تبشيا تشهد حركة بعد فتح أبوابها للزبائن، إلا أن العمل فيها يسير ببطء نظرا لاتباع الإجراءات الوقائية من كوفيد-19. وعن مدى تطبيق هذه الإجراءات والقرارات كالتباعد الاجتماعي وغسل اليدين، أكد مسؤولي المطاعم التي زرناها أنهم سعداء بقرار فتح المطاعم وأنهم سيلتزمون بقرارات الحكومة. نشكر الحكومة يعني منظمة المرض ده حصل في تشاد ودخل في مدينة عبدالشا، يعني عمل أخذ القرار بكونه يعني نحن ناس المطاعم لازم نطلب المطاعم وفعلا طبقناه، عشان هذا هو من صالحنا ومن صالح المواطن. الزبائن دول الناس اللي كانت أكثر 95% قاعدين بيشيلوا سفري، قامت المية سفري في مثل الامبراج ده، ودك وديت مثل في الجشتير ده مثل 30 دقيقة 40 دقيقة يقول حامي، لكن كم يمكن مثل في كت كت ولا أي حاجة ده يبرد، وزير كلام عليهم كم باكل أجا كم بارد ما يوم، والناس اللي بيجوا ده بيجوا دي اللي بيكشني وقدمهم. أنا نشكر رئيس الجمهورية خفف لنا من البنود الأول بعد منا عن الوضع، وحس أننا مع النظام على الصحة. هذا ونذكر بأن تكثيف حملات التوعية والتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية ما زالت تحتاج إلى مزيد من الجهد، وخاصة في الأسواق والأماكن الاجتماعية العامة مثل الوفيات وغيرها. وقد اتخذت السلطات المحلية عدة إجراءات تفاديا لانتشار هذا الوباء. قدم مساء اليوم تجمع محامي قضية اتهام السيدة الأولى ومؤسستها من قبل السيد يحيى ديلو جيرو الممثل القطري لجمهورية تشاد لتجمع السماك سابقا لنشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي حديثا صحفيا، دعوا من خلاله نيابة محكمة انجمان إلى تحريك ملف المتهم واستدعائه للاستماع إليه والبدء في النظر في القضية. نتابع الحديث الصحفي. En date du 7 mai 2020, بتاريخ 7 من مايو 2020، نشر السيد يحيى ديلو جيرو المواطن التشادي الممثل القطري لجمهورية تشاد بتجمع السماك مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي واصفا السيدة الأولى هندا ديبي إفنو ومؤسسة القلب الكبير باتهامات خطيرة. وبتاريخ 11 من مايو 2020، قدمت ضده شكوى تشهير وعبارات مشينة لدى نيابة محكمة أنجمان، وفي نفس اليوم تم توقيفه من مهامه عبر قرار وقع عليه رئيس تجمع السماد ديمالابو بغينيا الاستوائية بعلة التهاون عن واجب الحيادية نحو الآراء أو التكتلات السياسية والدينية. ومتابعة للشكوى المقدمة، فإن نيابة المحكمة قد أخطرت إدارة الشرطة القضائية للاستماع للأطراف حول المحاضر الشفهية المنتظمة. وبعد الاستدعاء من قبل الشرطة القضائية في 14 من مايو الجاري، تم الاستماع إلى مقدمي الشكوى على محضر شفهي منتظم بحضور دائم لمستشاريهم. فمنذ هذا التاريخ قدمت عدة استدعاءات للاستماع إلى المعني لكن بدون جدوى، كما أن عدم احترام الرد على الاستدعاء أيضا يعد مخالفة أخرى. إن التشهير هو مخالفة لا يمكن أن تكون مطبقة أو فاعلة إلا عبر الضحية، وهي التي تستطيع وقف العمل العام الذي بدأ عبر سحب الشكوى، وهذا طبقا للمادة 344 من الفقرة الثانية من القانون الجنائي. ولكن مقابل كل التطلع، حيث أنه لا يوجد تخلي الأطراف المدنية، لذلك فإن نيابة المحكمة من واجبها القيام باستدعاء المتهم الذي ظل صامتا معتقدا أن في تشاد يوجد قضاء الكيل بمكيالين. ويجب التذكير في هذه الحالة بأنه مواطن كالآخرين أمام احترام التشريعات المعمول بها في إطار الإجراء الذي تم فيه إيقافه عن مهامه طبقا لإجراءات المواد 38.1 من اتفاقية فيينا لعام 1990.
1961 حول العلاقات الدبلوماسية والمادة 10 في فقرتها الأولى للائحة المتعلقة بموظفي تجمع السماك ولا يحظى بأية حصانة قضائية ولا أية حصانة أخرى. لذلك نشجب هذا التراخي الواضح لنيابة المحكمة في إدارة هذا الملف ونطلب منها بإلحاح تحمل مسؤولياتها بغية استدعاء المتهم والاستماع إليه في أقرب وقت ممكن، لأنه لا يوجد أي مواطن فوق القانون. محافظة البطحة الغربية التقت بالمنتجين الزراعيين في المحافظة بهدف تقييم الموسم الزراعي الحالي. تقرير محمد طه جبرين الحر. الزراعة في تشاد ترى أهميتها معززة وكذلك وسائلها بقرار رئيس الجمهورية بزيادة الموارد المخصصة للإنتاج الزراعي لحملة العام 2020 التي تبدأ وتلك القادمة. النساء العضوات في النقابات والتجمعات النسائية بالبطحة الغربية بدافع دعوة رئيس الجمهورية إلى المواطنين للاستثمار بشكل كبير في استغلال أراضينا الغنية والواسعة ينظمن أنفسهن وفقا لذلك للعمل الزراعي ويدعمهن ويشرف عليهن كل من المحافظة فاطمة بكركوسي وعمدة مدينة آتيا بكر موسى كيدلع. في هذا الاجتماع التحضيري رحب العمدة بالوعي الذي يتحلى به الفلاحون حيث الصعوبات التي تمثلها جائحة كورونا. من جانبه شجع رئيس قطاع الأنادير في البطحة الغربية وفي الفتري اللمين علي محمد الفلاحين على البدء في تحضير التربة الآن لنجاح الموسم. من جانبها شرحت محافظة البطحة الغربية فاطمة بكركوسي محتوى البيان الصحفي رقم 004 الصادر عن لجنة تسيير الأزمة الصحية والمتعلق بالحالة الزراعية. الرئيس ما بلب كلامنا الزراعة ده، والله يومين قبل أجي فوق كلامنا الزراعة وكلام حنال التراكتر ده. التراكتر ده ما قبل توك ساكت، لكن سبنسيوني بقولوا ده بثمن رخيص ما تكسله قبلوا ده أقونا شتين أخدوا مترابنا مالنا شنو كل عندنا. هذا وقدمت المحافظة كمية من الأقنعة لمختلف التجمعات النسائية المنتجة. ممثلات عن المنتجات عبرن عن شكرهن لرئيس الجمهورية على هذا الإعلان السخي لمصلحتهن. عرض صباح اليوم المؤلف التشادي سوا باسكال كتابه الجديد الذي صدر بعنوان مشاكل التحكيم في تطوير الاستثمار في ظل تحديث ميثاق أوهدا. تقرير أدم حنفي فاضل. جاء تنظيم هذا المؤتمر الصحفي الذي نظمه السيد سوا باسكال بهدف عرض كتابه الذي صدر بعنوان مشاكل التحكيم في تطوير الاستثمار في أفريقيا في أحد التحديث على ضوء الميثاق الموحد لمنظمة تنسيق قانون الأعمال في أفريقيا أوهادا. والكتاب يتكون من فصلين، يتناول الكاتب في الفصل الأول قانون تنظيم سير أعمال الوكالة الاستثمارية في أفريقيا، أما في الفصل الثاني طرح فيه الكاتب الحلول والمشاكل المعقدة في الوكالات الاستثمارية. كما يحتوي الكتاب من 184 صفحة، وأكد المؤلف بأن الهدف من هذا الإصدار هو دعم القراء وتزويدهم بمعلومات جديدة حول أهمية مراكز التحكيم والوساطة وبسط التسامح في جميع أنحاء العالم عامة وأفريقيا على وجه خاص، مضيفا أن مثل هذه المراكز ستحل محل المحاكم في فتح منصة للتوقيع الاتفاقيات وعقود صفقات الاستثمار العالمية والأفريقية. هذا ويشار إلى أن المؤلف سوا باسكال هو من مواليد عام 1987 بقرية دومو بمقاطعة غونوغايا الواقعة بولاية مايوكيبي شرق، كما أنه حاصل على درجة ماجستير في القانون التطبيقي وله شهادات أخرى في مجالات مختلفة. وإن هذا الكتاب يعد مؤلفا جديدا يضاف إلى المكتبة التشادية. قدمت صباح اليوم مؤسسة هلبين هانز 5000 كتاب كمامة 5000 كمامة لوزارة المرأة وحماية الطفولة والتضامن الوطني والأسرة، وذلك في محاولة منها لدعم جهود الحكومة في مكافحة فيروس كورونا. كان ذلك الدعم بالتعاون مع صندوق المتحدة للسكان. تقرير منى حسن سكايا.
ضمن الجهود التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات والمنظمات الدولية لمساندة الحكومة التشادية في سعيها لمحاربة وباء فيروس كورونا المستجد. قامت مؤسسة تشاد هيلبن هينز بتقديم 5000 كمامة لوزارة المرأة وحماية الطفولة والتضامن الوطني بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان في وقت وضعت فيه البلاد بالتعاون مع شركائها في القطاع الصحي خطط واستراتيجيات للتصدي لهذا الوباء بفضل الإجراءات الاحترازية والقيود المفروضة لمنع تفشي الفيروس، حيث استلم رسميا هذه المساعدات مدير مكتب وزيرة المرأة حكيم محمد إيسا ممثلا للوزارة والذي أشاد بهذه المبادرة. أشكر منظمين في المساعدة جابت لنا الكمامات جابت لنا ومساعدة في وقت مناسب عشان سهل لنا ناس كتير محتاجين لكمامة سي حاكم صوت أنا قدرتها المهم لآخرين كل كان يقدروا يساعدونا في بيت كونت لبانديمي إن شاء الله هما. أما ممثلة مؤسسة تشاد هيلبن هينز عشت الضيف عمر إدريس قالت إن مؤسستهم تقف دائما بجانب الحكومة لمحاربة هذا الوباء الفتاك وتوعية المواطنين على ضرورة غسل الأيدي بشكل مستمر وباستخدام معقم اليدين وارتداء الكمامة. ونذكر أن هذه الكمامات يتم توزيعها في كافة الدوائر العشر بالعاصمة أنجمينة. إليكم هذا الخبر الذي وصلنا تو من ولاية إنيدي شرق، حيث التقى حاكم ولاية إنيدي شرق بمسؤولي لجنة اليقظة وذلك لدراسة النشاطات التي تقوم بها هذه اللجنة من أجل وقاية المواطنين من انتشار فيروس كورونا. نتابع تقرير زكريا حيا زكريا. يأتي هذا الاجتماع الذي ترأسه والي ولاية إنيدي الشرق يوما واحدا فقط من صدور قرار منسق اللجنة الفرعية الوطنية للتوعية المؤرخ في 28 من مايو الجاري حول التوعية في الأقاليم. والي ولاية إنيدي الشرق قربجوم مدار جاكوب انتهز الفرصة للتعرف إلى أعضاء خلية اليقظة الصحية والاستماع إليهم. على الرغم من الجهد الذي قدمتموه ورغم قلة الإمكانيات المادية والفنية يجب عليكم مواصلة التوعية في مكافحة كوفيد-19، هكذا عبر الوالي في كلمته. مندوب الصحة والنائب رئيس الخلية ريمتنبا جسنا قدم حصيلة الخلية في النشاطات التي قامت بها في مجال التوعية الصحية منذ تكوينها في 20 مارس الماضي، مطمئنا الجلسة بأن مؤشرات نسبة الحالة الصحية في تشاد مستقرة وإيجابية بالنظر إلى حالة المتعافين وانخفاض عدد الوفيات مؤخرا. كما تحدث ممثلي المنظمات الإنسانية بالمنطقة عن التوعية التي قاموا بها والدعم الفني والمادي للخلية والصعوبات التي تواجه المنظمات جراء الفيروس التاجي. هذا وقد قدمت العديد من الاستفسارات والمداخلات من قبل الحضور انصبت جلها في كيفية تعبعة الموارد المادية ومساعدة الطاقم الطبي في إيجاد أجهزة طبية ووضع لجنة صحية بمداخل مدينة أمجرس من أجل كشف المواطنين تطبيقا للعزل الولائي الذي أصدرته الحكومة في الشهر الماضي. قام أعضاء جمعية التقييم للتنمية بدعم جهود الحكومة في مجال مكافحة فيروس كورونا وتوعية السكان ودعما لهذه الجهود، فقد قدمت الجمعية بحارة جوجة بالدائرة العاشرة مواد من المعقمات لسكان حارة جوجة وذلك لوقايتهم وحماية أسرهم من وباء فيروس كورونا. وحسب رئيس هذه الجمعية حسن صالح أن منظمته ستواصل هذه البادرة لمصاحبة جهود الحكومة وشركائها، وأضاف أن هذه العملية ستشمل حارات أخرى في العاصمة. إليكم قراءة هذه البيانات. بيان رقم 43 الحالة الوبائية لمرض فيروس كورونا كوفيد-19 يوم الجمعة 29 مايو 2020 كالتالي: 141 عينة تم فحصها، 33 إصابة جديدة سجلت، 2 في كانم، 2 في قراء، 1 في وداي، و28 في أنجمينة،
41 حالة شفاء ليرتفع عدد الكلي إلى 444، 0 حالة وفاة، عدد الوفيات 65، 250 حالة مرضية وحالات مرضية تحت العلاج، عدد الإصابات المؤكدة منذ تاريخ 19 من مارس 2020 759، من بينها 199 امرأة. والأقاليم المصابة هي انجمينة 704، البطحة 3، قيرا 6، كانم 11، البحيرة 5، لوغون الغربي 9، لوغون الشرقي 4، ميوكبي الشرقي 3، شاري الأوسط 2، والداي 6، وادي فيرا 6. تدعو وزارة الصحة العامة المواطنين للهدوء والتضامن واحترام القرارات والإرشادات، والأخص التباعد الاجتماعي، وفي حالة ملاحظة علامات مثل الحمى، الكحة، العطس وصعوبة في التنفس اتصلوا مجانا على الرقم 1313. توقيع المنسق الوطني للاستجابة الصحية بروفيسور شوا أوشومي. إعلان تعلن اللجنة الخاصة المكلفة باختيار الطلبة لدراسة الطب في الكوبا للطلبة والطالبات المتفوقين فقط في الشهادة الثانوية العلمية علمي أحياء وعلمي رياضيات للعوام 2018-2019 بأن باب التقديم للمنحة ما زال مفتوحا، وعليهم الإسراع في تقديم ملفاتهم للجنة عبر إدارة الدراسات والتوجيه والتخطيط للمنحة الدراسية، وأن آخر موعد للتقديم هو يوم 5/6/2020. نرجو الالتزام بهذا التاريخ المحدد. حرة في انجمينا بالتاريخ 29 مايو 2020، رئيس اللجنة المستشار برئاسة الجمهورية المكلف بالتعليم العالي والابتكار الدكتور حسين مسار حسين. بيان تعلن وزارة التنمية السياحية الثقافة والحرفة اليدوية بالغ الحزن والأسى وفاة السيد آدم حرنجي رئيس الفيدرالية الوطنية للحرفيين بتشاد، والذي وافته المنية في 28 مايو 2020 بعد مرض. في هذا الظرف الأليم، فإن وزارة التنمية السياحية الثقافة والحرفة اليدوية تتقدم باسم الوزارة وباسمها الخاص بالتعازي الحارة لكل من حرفي تشاد وأسرة وأقارب الفقيد. السيد آدم حرنجي كان رئيسا للفيدرالية الوطنية للحرفيين بتشاد لأكثر من 20 عاما، وبفضل تعهده ونشاطه ساهم في تنظيم اليوم الوطني لترقية الحرف اليدوية وإعداد مصطلحات فنية للحرف اليدوية في تشاد. له المغفرة والرحمة. انجمينا في 29 مايو 2020 وزيرة التنمية السياحية والثقافة الحرفة اليدوية مادلين ألينغي. بعد سماعهم لنبأ وفاة سفير تشاد لدى جمهورية الساحل العاج سعادة محمد عبد الرحيم أصيل، الذي حدثت وفاته يوم السبت 23 مايو 2020 بعد مرض، فإن الشخصيات التالية تتقدم بالتعزية الحارة بأسمائهم وأسماء العاملين في مؤسساتهم، إلى فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، إلى السيدة الأولى هند ديبي إتنو، إلى الحكومة وكل موظفين بعثات الدبلوماسية التشادية في الخارج، وكذا أسرة الفقيد. وهذه الشخصيات هي حاكم ولاية شاري الأوسط جبير يونس، رئيس كونتو بول يوسف مبدو مبامي، رئيس كونتو خشم الوادي حسين مختار تشومي، القنصل العام في قروة بالكاميرون بلال محمد علي. جميعهم يعبرون عن مواساتهم في هذا الظرف الأليم ويسألون المولى عز وجل أن يسكن الفقيد فسيح جناتي. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن بقراءة هذه البيانات نصل وإياكم إلى نهاية هذه النشرة العربية التي قدمناها لكم من العاصمة أنجمينا. تقبلوا تحيات الفريق العامل، حتى ألقاكم، دمتم في أمان الله.